من جديد تثبت دبي بأنها المنصة العالمية لأضخم المعارض وملتقيات الأعمال في المنطقة، إذ افتتح معالي الدكتور عبد الله بن محمد النعيمي وزير الأشغال العامة معرض عرب بلاست 2015 الذي يحتضنه مركز دبي التجاري العالمي على امتداد 9 قاعات ضخمة. وقد قام معاليه بجولة على عدد من الأجنحة الوطنية والأجنحة الخاصة بالشركات. سجل المعرض هذا العام أكبر مشاركة في تاريخه، وصلت إلى 1100 شركة من 45 دولة، من ضمنها 18 جناحا وطنيا، ما يعكس نموا بنسبة 31% في عدد العارضين مقارنة بدورة المعرض السابقة. يستحوذ البلاستيك حاليا على 17.3% من إجمالي إنتاج البتروكيماويات في دول الخليج، ويستعرض عرب بلاست منتجات وتقنيات جديدة في الحقن والصب والتغليف والتعبئة وتقنيات المعالجة البلاستيكية وكذلك المواد الخام. يعد عرب بلاست الذي يعقد كل عامين أكبر المعارض التجارية في المنطقة من حيث الماكينات التصنيعية، لكونه يستعرض أكثر من 150 حاوية من الماكينات المتوفرة للبيع مباشرة على أرض المعرض في كل دورة.